السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو دخلت على app.sketchup.com هتلاقي فتح لك الأدوات اللي احنا بنشغل بيها في السكتش اب، فتقدر مثلا ترسم حاجة بالشكل دوت، وتقدر تغير الماتيريال بتاعتها. يعني تقريبا كل الأدوات اللي انت بتشغل بيها هتلاقيها موجودة، وتقدر تسيف الشغل بتاعك لو انت حابب. لو جيت هنا ممكن تعمل لها اكسبورت لامتداد من الامتدادات ديت، او تقول لها داونلود، او تعمل لها سيف از، او تقدر تعمل اوبن لملف من الملفات، او تقدر تعمل داونلود، او ممكن تغير اللوكيشن وهكذا. يعني لو انت يعني عايز تعمل حاجه بسرعه وما عندكش البرنامج، فتقدر تستعين بالحاجات ديت. ممكن تختار مثلا اي حاجه من الوير هاوس وتقول له مثلا عايز اعمل ادراج للحاجه ديت، فيعملها لك داونلود. فهو تقريبا اداك ادوات كتيره جدا من الادوات اللي موجوده في البرنامج الاصلي بالشكل دوت، وتقدر تحرك العناصر دي زي ما انت عايز، هتلاقيها موجوده اهيت.